انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتذمر مواطن من مشكلة بعداد المياه المنزلة. الأحد أنا ساكن في حي الربيع بجانب مسجد الجامع المسجد الجامع لابن جبرين. المويه عندي اليوم هذا هو الخزان يا أخوان، الخزان مليان. هذه العوامة والخزان مليان، ما في صب مويه اليوم. تعالوا يا أخوان نمشي، بنمشي تابعوني عشان لا أحد يقول ملفق الخبر. خلنا نشوف العداد الحبيب، هذا العداد يا أخوان شغال يعبي هواء. وبعد تحديد موقع العميل من قبل شركة المياه الوطنية، قامت فرق الصيانة بالوقوف ميدانيا لمتابعة الحالة. وبعد إجراءات الكشف على العداد بحضور العميل، اتضح بأن العداد يعمل بشكل سليم، وسبب استمرار القراءة وجود وصلة مباشرة من العداد إلى الخزان العلوي كانت المياه تتدفق من خلاله. العوامة في الخزان العلوي تم إيقافها وحبست المياه، وشوفوا العداد الآن توقف بالكامل. الشيء المهم اللي لازم نعرفه بأنه لو ثبت بأنه عداد العميل فيه خلل، فشركة المياه الوطنية وضعت وثيقة تضمن حقوق العميل من خلال تقديم بلاغ عبر قنوات الشركة الرسمية، ويتم على إثرها فحص العداد، وفي حالة وجود خلل يتم استبدال العداد مع مراجعة الفاتورة السابقة وفق القراءات الجديدة للعداد الجديد. أيضا لا تنسى بأنه العداد ممكن يستمر باحتساب القراءات بسبب وجود تسربات بين الوصلة الداخلية للخزان والعداد. وتذكر بعد بأنه تسربات المياه بالشبكة الداخلية للعقار تزيد من استهلاكك للمياه، عشان كذا الصيانة الوقائية اللي تسويها داخل شبكة المياه بعقارك توفر للمياه وترشد بفاتورتك.